أولادنا يكبرون جسماً ويصغرون ديناً، يأكلون طعاماً ويجوعون حباً وشوقاً، والزمان الآن لم يعد كسابقه. في اليوم الذي تغفل فيه عن ولدك يهجم على عقله 1000 فكرة خاطئة ومدمرة، وعلى عينيه 1000 مقطع منحط وسيء، فكيف بمن يغيبون شهوراً وسنوات؟ لا حاجة لأولادكم إلى الملابس الجديدة أو السيارة الفارهة والمصروف الكبير، لا حاجة لهم بالميراث إذا لم تؤسسه بحضورك على حب الله ومراقبته، على حب ذاته والآخرين، إذا لم تصنع منه إنساناً قوياً واعياً بفهمه وعلمه. لا تعتذروا لضيق أوقاتكم فتكونوا كمن يضحك على نفسه. عودوا إلى بيوتكم، أشبعوا أولادكم ضماً وشماً وحناناً وحباً، العبوا معهم، قصوا عليهم الحكايات، حاوروهم، ناقشوهم، استمعوا لهم كثيراً وبشوق، اتركوا من أجلهم هواتفكم وتقاريركم، وتفرغوا من أجل هؤلاء الأبرياء عن بعض مشاغلكم. أوقفوا الدنيا كلها من أجل أولادكم، اجلسوا معهم، تحسسوا مشاعرهم، استمعوا إلى همومهم ومشاكلهم. فدعاء ولد صالح لكم بعد موتكم: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، خير لكم من كل التفاهات التي شغلتكم عنهم في الدنيا.